السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات في قناتي وفي فيديو جديد. جبك على فيديو تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. بصحة فطوركم، قولوا لي واش فطرتوا واش درتوا، كيفاش راكم مع رمضان، كيفاش راكم تجوزوا في جورني ديال رمضان. شتو ديجا اليوم دراني تجي لكم فيه الفيديو، رانا لو 8 جوغ راح نحط لكم لا فيديو بعد الفطور ديال اليوم 6 من ديال رمضان. فريمون جاز بالخف بالخف، رمضان غير يبدا من يخلص من وغير تخلص العشر ايام الاولى تقولي رمضان راهو خلاص، فريمون يجوز بالخف. الو البنات، كيما وعدتكم القطعه اللي فاتت اشك فراح نسي ندير لكم هكذا دي جديد ديال الفطور، دي جديد غوسات، على بالكم رمضان توجو نترفو واش نطيبو. الو اليوم وليت معكم اي نوفال تابل وصفات ان شاء الله راح يعجبكم وتاخذوا منهم افكار. اول شيء راح نبارطاج معكم لا ميثود ديالي كيفاش ندير الشوربه البيضاء العاصميه، طريقه سهله مهله. وراح نديرو ثاني كالبوراك بالدجاج ولا بيشاميل، يجي فريمون بزاف بزاف زين هذيك لا بيشاميل وفخوماج داي بيجي فريمون هايل. فوالا البنات، الوغ اول حاجه راح نبداو بها اللي هي الوصفه ديال الشوربه البيضاء العاصميه. هاد الوصفه راح نمدها لكم انايا ست طريقه ديال كيفاش نحضرها، بعد كل واحد وطريقته، كل واحد وكل وحده الوصفه اللي تخرج عليها وتحبها. الو هنايا انا واش درت في لاماميت ديالي، حطيت شويه زيت الزيتون، انا نحب توجو نطيب بزيت الزيتون، لا سمن لا زبده، دي فوا زبده مي سمن جامي. الوغ درت زيت الزيتون، درت البصل اللي رحيتو، ودرت لي مورسو ديال البلون دو بولي اللي قطعتهم اون بيتي كوب، درت الملح، الفلفل الابيض، انا درت فلفل ابيض بصح الا ما عندكم تقدروا ديروا الفلفل الكحل، زد شويه كمون مع توم اون بودغ. الا ما عندكمش توم اون بودغ تقدروا تحيوا زوج فصاص ديال الثوم مع هذيك البصل، قليتهم مليح، زدت الدوريقه ديال الرمد مع دمع شويه حمص. فوالا بالنسبه لهنايا انايا واش ندير باش تجيني الشربه ديالي خطره، ندير حبه بطاطا نتوما الا ما حبيتوش تدخلوا فيها البطاطا كثروا البصل. انا هنايا بدات بصله وحده، بصح الا ما حبيتوش ديروا البطاطا ديروا زوج بصلات باش هذيك الشربه ديالكم تجيكم خطره، ما تجيكمش هكذاك الموز غارق. فوالا الو هنايا كيما شفتو قليتهم مليح، زدت عليهم شويه ديال لو سيليغي، شويه ديال لا كوريوندر، يعني هكذايا حشيش الشربه مخلطه، وزدت قليتهم مليح. وهنا كيما شفتو درت هذيك البطاطا هذه اللي راح تعاونني باش الشربه ديالي تجي ثقيله وما تجيش هكذاك الماء وحده. فوالا دوك نخليهم يطيبوا، نمرقهم بعد ما قليتهم مليح ونغطيها ونخليها تطيب بغرضها. فوالا البنات دوكا راح ندوزو نديرو البوراك بلا بيشاميل والبلون دو بولي. واش نقولكم هاد البوراك يجي فريمون فريمون بزاف بنين، كيكون هداك طايب يكون مازال سخون، هداك لا بيشاميل والفخوماج فوندي واحد لوكو بزاف بزاف بنين. الو بالنسبة لطريقة التحضير ديالو ساهل مهل، مكانش فريمون بزاف تعقيدات. هنايا في المقلاة درت شوية زيت، درت البصل، درت البلون دو بولي تاليك اللي قطعته اون كوب. هنايا استخدمت ان بلون دو بولي، نص خدمت به الشربة ونص خدمت به البوراك. دبلتهم الملح فلفل الكحل شوية توم اون بودغ وقليتهم حتى طابو. دان اوتخ كوتي وجدت لا بيشاميل ديالي، لا بيشاميل اللي الوصفة ديالها سبق لو شاركتها معاكم، راح نحط لكم رابط ديالها في صندوق الوصف. وتانيك راكم تشوفو هنايا لي زانغريزيون في ليكرون، وتبلتها بشويه ملح فلفل كحل، ونزيد عليها زدت عليها اون بورسيون ديال لو فرماج لافاش كيري. على بها البنات فات اتونسيون الدجاج ديالكم ما تكثرولوش بزاف الملح، باسكو لا بيشاميل راح نديرو لها الملح، وثاني راح نديرو الكميه مليحه ديال لو فرماج، ما تكثروش من الملح سنو راح تجيكم البوراك ديالكم مالح. هنايا بعد ما وجدت لي لا بيشاميل خلطتها مع الدجاج، زدت لها الدجاج، نخلط مليح البولي ديالي مع لا بيشاميل، ما نديروش جاري مليح، نديرو شويه ماسك روحو السنو راح هذيك الورقه ديال الجول راح تتشمخ لنا وما تجيناش مقرمشه كي نجيو ناكلوها، يعني راح تتشرب لا بيشاميل
بدايور راح تشوفوا دوكا لا تيكستور ديال لافارس اللي لازم نتحصلوا عليها. فوالا الو نديروا نخلطوا مليح لا بيشاميل مع لو بلون دو بولي اللي قلينا ونديروا له دو فرماج غابي. انا هنا استخدمت دو ليمونتال غابي ونخلطوهم مليح ومن بعد نبداو نشكلوا البولك ديالنا بالطريقه العاديه. فوالا لي فيه هنايا لو طون ديالتي البولك ديالي. هذيك الشربه راهي طابت بطاطا والبولي ما ياخذوش بزاف الوقت. هذيك لا بوم دو تي نحيتها قبل ما تفتت. خلصت مع شويه ديال لاصوص هذيك ديال الشربه واجلي ميكسي وعاود رجعتها في الشربه ديالي باش هكذايا تتخطر لي ونتحصل على شربه شاده روحها مليحه. هنايا باش ندير العقده خديت ان جون دوف درت له شويه حشيش الشربه مع عصره ديال لو سيترون وراح نزيد لهم كميه من لاصوص. علاش نديروا هاد لاصوص؟ باش كي نديروا لو جون دوف ديالنا في الشربه ما راحش يطيب لنا بالخف، سينو راح يقعد لنا هكذاك دي مورسو. الو دو بريفيرونس نخلطوه مع شويه ديال لاصوص قبل ما نديروا في الشرب. هنايا درت خديت لي بات ديالي جينيرالمون نستخدمو فيرميسيل، انا ما كاش عندي فيرميسيل الوغ بدات هاد لي بات الفابي يعني كيف كيف طيبوهم شويه. هاد لي بات ما عندهمش روح يطيبو بالخف، 2-3 مينوت يكونوا طابو. بعد ما طابولي راح ندير العقده ديالي نخلط مليح ونخليها تغلي غليه ولا زود ونطفي عليها وهكذا تكون الشربه البيضه ديالي راهي واجده. فوالا بدات هنايا بعد ما كملت من الشربه والبوريك ديريكتومون ندير لو بلا برينسيبال. هذاك النهار درت دي لازاني بالسلق والصومو جاو فريمون بزاف بنات. درت كيما شفتو درت في مقلات درت شويه بصل مع لي زيبينار اللي تبلتهم بملح فلفل كحل شويه ثوم وخليتهم طابو. انا لي زيبينار ديالي كانوا لي شيرجولي الو غير دبالو شويه وتقلو مليح مع هذاك البصل. دانو دو كوتي قطعت لو صومو نحيت له لا بو ديالو وقطعته اون بوتي مورسو. ومن بعد هذوك لي زيبينار راح نزيد لهم لا بيشامل. انا يعني هنا حطيت بون كونتيتي دو بيشامل درت شويه البوراك وخليت شويه لي لازان. دوكا وراح نزيد هذوك لي كوب دو سومون اللي كنا قطعناهم وشويه من لي زيبيس ديال لو بواسو. يجيو فريمون بزاف هايلين يمدوا دوق بزاف هايل لهذه لازان ديالنا. نخلطوهم مليح. لو سومو علاش ما طيبتوش من قبل؟ باسكو لو سومو يطيب بالخف. الوغ لو كان نطيبو هنايا في المقله ومن بعد نزيد نديرو في الفو راح ينشف لي باسكو يطيب بالخف. الوغ هذيك لو طون اللي يطيبو لي هذوك لي لازان ولا هذوك لي بات 20-30 مينوت يطيبو لي هذاك هو الوقت اللي لازم باش يطيب لي لو سومو ديالي وما يجينيش ناشف. فوالا لي في دوكا ديريكتومون راح ندوزو لو دغيساج ديال لي لازان بالطريقه الاعتياديه. نديرو شويه ديال لو بور لو بلا ديالنا ونبداو اون كوش دو لازان اون كوش دو فاس هكذاك حتى نلحقو كامل لا كونتيتي ديالنا. هنايا الا ما كاش متوفر عندكم لو سومو تقدروا ديرو دو طون لو طون ناتور ماشي طون بلاصوص وماشي بالزيت. دو بريفيرونس لو طون ناتور تخلطوه مع لي زيبينا ولا بيشامل يجيكم بزاف بزاف بنين.
اللي فيه هنا يحبيت برك نقول لكم على لا كويسون ديال لي لازان نطيبهم 180 درجه على 190 درجه مده ديال 25 الى 30 دقيقه حتى هو تجوزوا موس وتنخاو بلي لي بات ديالكم راهم طايبين. فوالا هنايا كنت نحيد شويه ديال لا بيشاميل باش نديرها من الفوق درتها من الفوق وزدت عليها شويه ديال لو فرماج رابي وندخلوهم يطيبوا. فوالا سيتي جوست ان بتيت ايدي على لو بلا برينسيبال لي دائما نتلفوا فيه. هكذايا يكونوا عندكم افكار الا تلفتوا ديروهم حتى نتوما يجيو فريمون بزاف بزاف هايلين. ايوا البنات مع شويه حميص درت زدت شويه ديال لاسالاد شويه زيتون حنايا نحبوا شويه هكذا الزيتون الحار تبر رمضان مع لاسالاديتو وربي يدوم علينا النعمه ان شاء الله وعلى المولين اجمعين. كيما شفتوا طابله الفطور سهله مهله وماشي مكلفه وسورتو بزاف بنينه نديروا اشياء خفيفه اللي ناكلوهم وما كان له نبدرو لان فرانشمون هاد لي لازم كيما شفتوا الله يبارك درت ان غون بلا كليناهم سيغ يومين كلينا نص اليوم والنص الاخر درناه في لوندوماس سخنتو وزدت له شويه طاجين الكفته وجا فريمون بزاف بنين بيان هكذايا ما نفسدوش ما نرموش هذا الشيء راه عباده ماشي الماكله ما لازمش نكونوا ملهوفين نطيبوا قيسنا وقيس ما ناكلو ولا نتقادلنا نسخنو ما كاش كاع بروبليم يعني هكذايا خير ملي نرمو ولا نفسدو. فوالا البنات كانت هذه هي طاوله الافطار ديالنا بور لو 4 جور ديال رمضان كيما شفتوا وصفات سهله مهله جيسبر كاد لي روسيت تكونوا عجبوكم وان شاء الله تجربوهم حتى نتوما وتاخذوا افكار كسوا لي روسيت كسوا لي زونطري ولا لو بلا برينسيبال ولا حتى لا ديكوراسيون دو تابل تقدروا ديروا هذه الوصفات ميسي ما ديروهمش في طاوله وحده ديروا الشبه البيضاء ديروا لي لازان يعني ماشي ما ديروهمش في نهار واحد. اي فوالا اللي فيها هكذا نكون لحقت لافان لا فيديو ديالي الا قبل ما نقدم لا فيديو ما تنساوش الا كانت هذه اول مره القناه ومازال ما اشتركتوش ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكذا توصلوا بكامل الفيديو اللي راح نحطهم لكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش امتيجام امتي كومونتير ونقول لكم بصحه فطوركم بصحه سحوركم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات اخرى وافكار اخرى باذن الله.